عبارة ميت مثل طائر الدودو تعني أن شيئاً انتهى حتماً، لكن شركة كولوسال بايوساينسز الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تعتزم إعادة إحياء الدودو الذي انقرض بفعل البشر منذ مئات السنين. تريد كولوسال أيضاً إعادة إحياء اثنين من الحيوانات المنقرضة الأخرى، الماموث الوبري والنمر التسماني. ضخ المستثمرون كثيراً من الأموال في الشركة لتصبح أول شركة مليارية لإعادة إحياء الحيوانات المنقرضة، وصلت قيمتها 1.5 مليار دولار. تقول الشركة إن مساعي إعادة إحياء تلك الحيوانات ستدشن طريقاً من الاكتشافات، مثلما دشن سباق الفضاء التقدم العلمي والمنتجات التي نستخدمها اليوم كالألواح الشمسية وأجهزة تنقية الهواء التي نشتريها من أمازون. بالنسبة إلى بعض المستثمرين، تقل أهمية إعادة إحياء طائر الدودو عن الإنجازات العلمية المحققة ضمن مساعي إعادة إحياء الكائنات المنقرضة. فصلت كولوسال أحد أقسامها ليصبح شركة برمجيات مستقلة، وتقول إن إنجازات مربحة أخرى قد تتحقق قريباً في مجالي تعديل الجينات والأرحام الاصطناعية. يرى بعض الناس في إعادة الماموث إلى ألاسكا والدودو إلى موريشيوس أمراً غير واقعياً بل ساذجاً. تقول كولوسال إن الماموث قد يساعد على مكافحة التغير المناخي، وقد يعكس الدودو اتجاه تدهور التنوع البيولوجي. بعض خبراء المناخ وحفظ البيئة يسخرون من تلك الادعاءات، قائلين إنه يصعب التنبؤ بعمليات إعادة إحياء الكائنات المنقرضة ولا تعتبر حلاً واقعياً لتلك المشكلات الهائلة. مع ذلك، أنتج أحد المستثمرين في كولوسال فيلم العالم الجوراسي، وإذا نجحت الشركة فقد ترى الماموث يتجول في برية القطب الشمالي، أو قد تحجز رحلة لزيارة حديقة الدودو.